السلايدز واضحة؟ أنا واضحة يا دكتور. طيب اتفقنا ان الدايركت انفرس فلتر، انا قدرت اعمل بقى استيميشن وكل حاجه، بس الدايركت انفرس فلتر هيعمل لي مشاكل. فالحل ايه بقى؟ الحل ان انا ادور على طريقه جديده للفلترنج. ف وينر سنه 1942 قال والله ان هعمل حاجه اسمها مينيمم مين سكوير ايرور فلترنج او الوينر فلترنج. قال لك ان الانفرس دايركت مش هيحل المشكلة، لكن الوينر هيزود الكومبلكسيتي شوية ويحسن البرفورمانس نتيجة الديجريدد فانكشن اللي هو عملها والاستاتستيكال كاركترستكس بتاعت النويز. فالاوبجكت بتاعه ان هو يستيميت، الاوبجكت بتاع الوينر فيلرنج ان هو يستيميت الان كوربتد ايمج اللي هي الاف، بس اللي تحقق الكونديشن مينيمايز الديفرنس ما بين الاف والاستيميتد الكل سكوير. عشان كده مسميه مينيمم مين سكوير ايرور. هو في كونديشنز لازم علشان ابلاي الفلتر ده، ايه هي الكونديشنز؟ قال لك النويز والامج ان كورليتد، ما لهمش علاقه ببعض. واحد منهم المين بتاعه بيساوي زيرو، وده انا راح احطه للنويز ان المين بتاعها تقريبا بيساوي صفر. قال لك كمان ان الجراي ليفلز دول في الاستيميتد هم لينير فانكشن في الجراي ليفلز بتاعه الجي اللي هي مين؟ اللي هي الكوربتد ايمج يعني. طب هعملها ازاي؟ خلي بالك الاوبجكتيف بتاع الايكويشنز دي هو ان انت تفهم السيكونس وصل كده ليه، لكن مش مطلوب منك تقعد تحفظ البروفس بتاعه الايكويشنز دي خالص. طيب المينيمم بتاع الايرور فانكشن ده في الفريكوانسي دومين انا هعمله ازاي؟ قال لك والله الاستيميتد دي الاف هات دي ادي الفلتر اللي انت عملت له استيميشن، بس مش هستخدمه دايركت كده، لا بس كده الفلتر اللي انت عملت له استيميشن ده الكونجكت بتاعه اتش كونجكت اوف يو وفي تايمز الباور سبكترال دنسيتي بتاعت الايمج اس اف اوف يو وفي ديفايدد مين الباور سبكترال دنسيتي بتاعت الايمج تايمز الماجنتيود سكوير بتاع الفلتر بلس السبكترم بتاع النويز كل ده تايمز الديجريدد ايمج اللي هي جي اوف يو وفي. طيب هحاول بس اسمبليفاي وايه سمبليفاي كده، انا عندي هنا الاس هنا وهنا تقدر تطير مع بعض يعني، فانا هسمبليفاي كده واطلع شكل اهو اف هات اوف يو وفي ده عباره عن ايه؟ 1 اوفر اتش اوف يو وفي. طب ما هو ده الحته دي بس كده كان ديفايدد جي كانت هي مين؟ كانت الدايركت انفرس فلتر ده، بس في حته زياده بقى الماجنتيود سكوير بتاع الفلتر اوفر الماجنتيود بتاع السكوير بتاع الفلتر بلس السبيكترم بتاع النويز ريليتيف للسبيكترم بتاع الايمج. هتلاقوا كاتب لكم هنا اهو اتش اوف يو وفي ده الديجريديشن فانكشن اللي انا عملت لها استيميشن، وده الكومبلكس كونجكت بتاعها، وده الماجنتيود سكوير، اس ايتا هو الباور سبيكترم بتاع النويز، و اس اف هو الباور سبيكترم بتاع الاندجريدد ايمج اللي هي الاف. طيب هعمل يعني ده ايه الميزه بتاعته؟ ده بقى كومبلكس يعني، يعني انا لو شلت الترم ده خالص، لو انا شلت الجزء ده كده الحته دي كده كان هيبقى مين؟ هيبقى ادي الديجريدد ايمج ديفايدد الفلتر، يبقى ده الانفرس دايركت فلتر. طيب كويس قوي، لا انا رحت حطيت حته زياده بقى، دي هتديني ميزه ايه او هتعمل ايه بقى؟ قال لك طيب انا هفترض ثانيه واحده
انا هفترض ان الترم اللي هو السبيكترم بتاع النويز ديفايدد السبيكترم بتاع الامج، انا هفترض ان هو كونستنت اسمه كي. هفترض ان الترم ده كده كونستنت اسمه كي، واروح بقى اسمبليفاي الايه الاكويجن دي اهي. اف هات اوف يو وفي ادي 1 اوفر الاتش اهي، ده الماجنتيود سكوير على الماجنتيود سكوير بلس الكي، وادي جي اللي هي الديجريدد ايمج. قال لك الكي ده سبيسيفايد كونستنت، هو هيبقى عباره عن ايه؟ ريليشن ما بين السبيكتروم بتاع النويز ريليتيف للسبيكتروم بتاع الايمج. ايه الادفانتج بتاعه الوينر فلترنج دي بقى؟ في الحاله دي هو ما عندوش مشكله ان الاتش دي تبقى صغيره، لو الاتش دي صغيره هو مش فارق معاه، ما هو انت ضربت في الترم ده فوق وتحت فالافكت بتاع النوز هيقل. فالوينر فلتر doesn't have zero value problem، ما عندوش مشكله دي. The result obtained بالوينر فلتر دي هتبقى احسن بكتير، more closer to the image than the inverse filter. ليه؟ علشان هي هتقدر تريموف الافكت بتاع النويز، لكن الدايركت انفرس فلتر ما كانش يقدر يريموف الافكت بتاع النويز. تعال نبص على دول، ده كومباريزن ما بين ده الريزلت بتاعه الانفرس فلتر كويس، ودي الريزلت بتاعه الوينر فلتر. يبقى الانفرس فلتر اهو، ولو انا عملت له ليميتيشن، وبعدين لو انا خليت استخدمت الوينر فلتر، نبص على دي هنلاقي ليفت ده الديجريدد، والميدل ده الانفرس فلتر، والرايت هو الايه يعني دي الديجريدد ايمج، ده الانفرس فلتر. خلي بالك الانفرس فلتر هنا عمل ايه؟ خد الدوميننت هي النويز، الدوميننت هنا هي النويز، وده الوينر فلتر. لو الامج كده اهو بص كده، ده الانفرس وده الوينر. لو هي ديجريدد كده فده الانفرس وده الوينر. فدايما الافكت بتاع الوينر فلتر رغم ان هو كومبلكس عن الانفرس فلتر الا انه بيدينا بيرفورمانس احسن بكتير. ايه الليميتيشن بقى؟ يعني هو دايما كويس كده؟ قال لك طيب ما هو ارجع كده للاكويجن اللي انت عملت لها سمبليفيكيشن، انت عملت ايه؟ انت حطيت كونستنت اسمه كي، هو مين؟ هو السبيكترم بتاع النويز ريليتيف للسبيكترم بتاع الامج، وده مش دايما هيبقى يوتيبل كيس او الحل الامثل، يعني ان انت تحطه دايما كونست. يبقى الليميتيشن بتاعته جت من الريليشن ما بين السبيكتروم بتاع النويز ريليتيف للسبيكتروم بتاع الايمج. قال لك طب خلينا نبص على شويه ميجرز كده نقيسها. قال لك في حاجه اسمها سيجنال تو نويز ريشيو، يعني ايه؟ يعني الباور او كل الانتنسيز في الفريكوانسي دومين الماجنتيود سكوير بتاعه الامج على النويز. طيب المين سكوير ايرور هو الديفرنس ما بين الامج الاصليه والاستيميتد كل سكوير بس ديفايدد مين عدد البيكسلز اللي انت جمعت عليهم اللي هم ام اف ان. روت مين سكوير ايرور هو عباره عن سيجما الاستيميتد كله سكوير ديفايدد الديفرنس او الايرور، يعني اللي هو الماجنتيود بتاع الاف ماينس الاستيميتد الكل سكوير سم على كل الايه كل الفاليوز دي. قال لك طيب انا هعمل بقى موديفيكيشن شويه على الفلتر اللي هو الوينر فلتر ده، واعمل حاجه اسمها كونستريند ليست سكوير فلترنج عشان اقدر استخدم الوينر فلتر. يبقى انا كنت لازم ابقى عارف الباور سبيكترا بتاعت النويز عشان اقدر اجيب الفاليو بتاعت الكي،
عشان يبقى هو سيتبل. بس لو انا ما اعرفش هيبقى الوينر فلتر ده مش دايما سيتبل. ليه؟ لان مش عارف السبيكترم الباور سبيكترم بتاعت النويز. الكونستريند ليست سكوير فلتر او بيسموه سي ال اس فلتر ده ما بيبقاش عايز يعرف الفاليو بتاعت السبيكترم بتاعت النويز، ولكن محتاج يعرف حاجتين، هما المين والفاريانس بتوع النويز بس، مش محتاج يعرف الباور سبيكترم بتاعت النويز، هو محتاج يعرف المين والفاريانس بتاعته بس. طيب نلاقيه بقى ايه؟ ده الديجريدد موديل اللي هو جي اوف اكس هي الاف كونفوليوشن مع الاتش بلس النويز. يعني شكلها في الفريكوانسي دومين هو مين؟ هو اتش باف بلس الايتا. الاوبجيكتيف هو مينيمايز مينيمايزيشن كرايتيريا. ايه هي؟ قال لك ان انا هفترض ان السي هي سيجما على كل الاكس والواي فاليز الدلتا سكوير بتاعت الاف اوف اكس وواي الكل سكوير. ايه الكونسترينز اللي هيحطها؟ يقول والله ان جي ماينس الاتش، جي ماينس اتش في الاف الاستيميتد الفاليو بتاعتهم الماجنتيود سكوير بتاعهم هو الايتا سكوير. طيب قال لك خلي بالك بس انا بديفاين ان الماجنتيود سكوير هو الترانسبوز في الفاليو بتاعته. ليه؟ لان انا بشتغل دايما ايه؟ ماتريسيز. فالماجنتيود سكوير هو الترانسبوز في الايه؟ الماتريكس الاصلي. قال لك طيب تعال نبص بقى الكونسترايند ليست سكوير فلترنج، الاف ده اوف يو وفي له الشكل ده، حط بارامتر جديد كده اسمه جاما، وقال والله البي ده بي اوف يو وفي ده الفوري ترانسفورم بتاع الفانكشن دي. مين الفانكشن دي؟ ما هي دي اللي هتعمل الدلتا سكوير، مش احنا قلنا بنعمل ديفرنسيشن؟ يبقى الدلتا سكوير عملها بماتريكس اهي اللي هي بي اوف ايه of x و y، وقال ادي ال b of u و b magnitude square times الجاما، والجاما ده بارامتر هو هيحطه. تعال بص بقى انا عندي ادي الامج اهي، قالك ايه بقى؟ قالك والله بص انا ال ثانية واحدة ادي الامج الاولانيه دي، دي الريزلت بتاعه الكونستريند ليست سكوير فلترنج. هكمبير بقى A وبي وسي، بي مين بقى؟ بي الريزلت اللي انا طلعتها من الوينر فلتر. فين الوينر فلتر؟ انا طلعتهم منين؟ دول كومبيرد بمين؟ بالفيجر اللي فات اهو. فين موجودة في السلايدز اللي فاتت؟ بص كده اهم ادي الثلاثه، ادي الثلاثه اهم بتوع الوينر فلتر، دول الثلاثه بتوع الوينر فلتر اللي هم على اليمين خالص كومبيرد بمين؟ كومبيرد بالثلاثه دول. هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ان دول احسن بكتير من اللي فاتوا، لكن هنا الكومبلكسيتي اعلى. هنا كان بيعتمد على المين والفاريانس بتاعت النويز، لكن هناك كان بيعتمد انه يبقى عارف السبيكترم بتاع او الباور سبيكترم بتاعت النويز. قال لك طيب خلي بالك لو انت بتتكلم على لو ليفل للنويز هتلاقي الوينر والسي ال اس الاثنين تقريبا بيطلعوا نفس الريزلت. في الهاي نويز السي ال اس هي اوت بيرفورم الوينر. ليه؟ بس اهم حاجه اختار الجاما بشكل مظبوط. الجاما ده كونستنت انا اللي حطيته.
طيب قال لك خلي بالك برضه الفاليو بتاعت الجاما دي هتحدد اذا كانت الريزلت بتاعتك دي هتبقى هي الاوبتيمم، يعني هي احسن حاجه، ولا هي كويسه وخلاص. يعني الكونديشن كمان الفاليو بتاعت البارامتر جاما اللي انا حطيته ده هيكونترول البرفورمانس بتاع سي ال اس ايه فلتر. قال لك طيب تقدر تحط لي كل الفلترز اللي انت اتكلمت عليهم دول في جنرال فورم كده؟ قال لك هحط كل الفلترز دي في جنرال فورم بنسميه جيومتريك مين فلتر عشان اجنرالايز الوينر فلتر بالايه، بكل الحاجات اللي انا عملتها. الايكويجن الكبيره دي لو انا قلت الالفا هنا، بص في بارامتر اسمه الفا اهو، البارامتر اللي اسمه الفا ده لو انت خليت الالفا دي ب 1 ده معناه ان الترم ده خلاص راح بقى ب 0، 1 ماينس 1 0 يعني حاجه باور 0 ب 1 يعني الترم ده خلاص مش موجود، فبقت الايكويجن دي هي الانفرس فلتر. لو خليت الالفا ب 0 فالترم ده مش موجود خالص، والترم ده اللي هيبقى موجود وهيبقى البارامتريك وينر فلتر. لو خليت الفا بهاف بقى انا هعمل بقى كومباين ما بين الاثنين كده واحط دي ليها ويت دي باور هاف ودي باور هاف، فده بيسموه جيومتريك مين فلتر. طيب بكده نبقى احنا اتكلمنا على كل الفلترز اللي موجوده في تشابتر 5 عشان اقدر اتعامل مع النويز واقدر اتعامل مع الديجريدد ايمج اللي هي ايكويفالنت ان هي عدت على فلتر، او الاثنين بلس بعض يعني f of u of v times the h plus a noise. اوكي طيب في حد عنده اي سؤال يا شباب؟ خلي بالك ان احنا المره الجايه النهارده باذن الله في التوتوريال هتحلوا بروبلمز على تشابتر 5 وهتبتدوا في لاب 5 اللي هو بيتكلم على الامج ريستوريشن برضو. المره الجايه هنتكلم على تشابتر 8. في حد عنده اي سؤال؟ دكتور هو بالنسبة ل